ست بقوتك، انت ست قويه جدا. قولي اتعرضتي للتحرش قبل كده؟ حد حاول يتحرش بيكي قبل كده؟ بمعنى بصي اصل هو التحرش ده احنا بنقولها كلمه مفتوحه، هو التحرش الى يعني تحرش لفظي تحرش جسدي؟ لا لفظي في كتير، ما انت ماشيه في الشارع ممكن واحد يقول لك كلمه سخيفه. لا طبعا ولا كاني سمعت يعني. حد قبل كده حاول إيه؟ بس انا بكلمك يفرض نفسه عليكي بشكل او باخر. لا يفرض بمعنى يفرض، لا ما في، ما انا بقول لك انا اشتغلت في السينما وفي الفن وما اعرفش كلمه تحرش دي. بس الرجاله بيتحرشوا الاول بالكلام، هياخدوا منك انت رد فعل، لو لقوكي ممكن تكملي معاهم بيكملوا، لو لقوكي ست جامده ومش الموضوع ده مش هيفرق معاكي ما بيكملوش. يمكن وانا طفله مرة على سلم واحد كده افتكرت حتى الحكاية دي بعدين، انه كنت طفلة كان عندي 6-7 سنين ولقيت واحد طلع ورايا في البيت وعمل نفسه اعمى على السلم وقال لي مديلي اكتبي لي الجواب لاهلي، وانا بكتب الجواب لقيته ورايا وبتاع، فرحت رمياه وضرباه وهو راجل وطلع مش اعمى. وطلع مش اعمى. ناديتي حد؟ صرختي؟ صوتي؟ انا طلعت بقى على بيتنا خلاص وخلاص وقلت لمامتي وكده، قالت لي يعني بعد كده ما تبقيش لما تيجي قولي لنا احنا نطلع معاكي، لان ده السلم بس يعني عارفه على السلم. فيعني ما اعتقدش ان انا حتى كنت يعني مدركه ايه هو التحرش يعني. مش انا خفت منه يعني، كنت طفله 6 سنين حاجه كده يعني.